كنا والله عايشين عيشة زينة بالحيل يعني، يعني إن ارتاحينا من الحروب تقريبا شي 6 سنين، ظلينا إحنا موقفين. أمن أكثر منطقة كان بيها أمان إحنا، يعني آخر منطقة ظل سوريا بيها أمان إحنا، كنا عايشين وارتاحينا. وبعدين يعني إنه قامت تهدد تركيا، تهدد إنه قلنا ما راح تفوت، يعني هو احتلال ما هي يعني غير دولة غربية أجنبية شرقية ما أعرف، المهم إنه هي أجبرتنا على هالشي وخدم بيوتنا وقواعينا، وش كان بي عندنا خذولنا إياه. صار إذا بدي أروح على أهلي من جرية لجرية ما بمسافة 5 دقائق وقفني 100 حال، يعني إحنا تعبنا والله العظيم تعبنا، كفي تعبنا إنه من هين ومن هين ومن هين، كفي. الدول الثانية عيشت أطفالها أحسن عيش، إحنا أطفالنا وعيهم على 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 التفاجير وعلى الطيارة وعلى غيرها، وقاموا يعرفون أي سلاح، وهم لسه هم لازم مثلهم ما يعرفون إلا الألعاب والمدرسة. إحنا انحرمنا من المدارس، انحرمنا من أي شيء، والناس تنام مرتاحة وإحنا ننام بالقواعي وننام برا، لا قطة ولا حدا حاس بينا أصلا، لا ولا دولة تدخلت ووجعنا قلبها، كله وجدانة حكي. تعال ننام يعني والله العظيم هاي مي عيشة، مي عيشة، ما حد يعيش العيشة هاي اللي عايشينها. كيف تعبنا يا أخي، والله تعبنا، وأتمنى أنه تنحل الأمور بأسرع وقت، وما أتمنى أي دولة ثانية تفوت بدولتنا، إحنا نحل مشاكلنا لحالنا.